قل ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فربنا سبحانه وتعالى قال: وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم إلى الفساد والطغيان والتجبر والتكبر، عدنا إلى إيه؟ عدنا إلى العذاب، وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. قلنا برضو كلمة حصيرة تحتمل معنيين أو لها أحد معنيين، حد فكره؟ تفضل. اللي هو الفراش أو المهاد، يعني اللي هم بيناموا عليه، السجن الذي يحصرهم. تمام، دي كلمة إيه؟ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، وكلا المعنيين أصلا إيه؟ متحقق في جهنم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. طبعا استحب أيضا الواحد إيه لما إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يصلي من الليل كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضلها، وإذا مر بآية عذاب تعوذ الله من شره. في قصة حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا مر بآية، مثلا ما أحد مر آية فيها الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضروني، يستحب الواحد يقول إيه؟ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أسألك الجنة وقرب إن قول عمل. إذا مر بآية فيها عذاب زي كده وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة، يستحب نقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من جهنم من عذاب النار. أي دعاء يعني. وطبعا الكلام ده يكون فين؟ يكون في النافلة فقط، وليس في الفريضة، وليس في الفريضة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل طب لأن الدليل جاء فين؟ جاء في النافلة ولم ينقل ذلك في الفريضة. طب لو واحد عمل الفريضة نقول له صلاتك صحيحة، لكنه هي خلاف السنة، ولكنه خلاف السنة. وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكليهم للإمام. اي لا، ممكن يستحب انه يسبح في النافله، لكن الفريضه لا، الفريضه للامام ولا المأموم. كذلك السؤال: اليس سبحانك فبلى، ورد في بعض الاثار انه يقال لها ايه؟ سبحانك فبلى. اليس الله باحكم الحاكمين؟ نقول ايه؟ سبحانك فبلى. في النافله، لو ان كل الكلام ده في النافله لم يثبت في الفريضة. الإمام والمأموم، صلاة الجماعة، صلاة النافلة الجماعة، صلاة النافلة الجماعة زي قيام الليل زي التراويح، في الفرض لا الإمام ولا المأموم. احنا قلنا الفرض لا، لم يثبت ذلك في السنة، وإن كان بعض الصحابة ورد عنهم ذلك، لكن الصحيح أنه لم يثبت إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفرض. الإمام والمأموم، الإمام والمأموم. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني إن هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى أحسن الطرق وهي ملة الإسلام، ويبشر المؤمنين الذين يعملون بما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم عنه بأن لهم ثوابا عظيما. يبقى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فمعناه كلمة إيه؟ يعني للحالة التي هي أقوى، أو للملة التي هي أقوى، أو للطريقة التي هي أقوى. والقرآن هو كتاب هداية، فالقرآن كتاب هداية يهتدي به المسلم. وكما ورد يعني الشيخ محمد اسماعيل كان ليه كلمة جميلة كده، فيقول أن القرآن هو المطر الذي ينزل على أرض القلب فيحييه بعد الموت. القرآن هو المطر الذي ينزل على أرض القلب فيحييه بعد موت. فالقرآن كتاب هداية عظيم، والقرآن يعني أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل منجما
وأنزل في ليلة المباركة وهي ليلة القدر، والقرآن له يعني فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهذا هو أعظم فضائل القرآن. لو احنا كده قعدنا نعدد فضائل القرآن، أكبر فضيلة للقرآن إيه؟ أنه كلام الله، وهو أحسن الكلام وأفضل الكلام وأصدق الكلام، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك عن بعض السلف كان يقول: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، عليكم السلام ورحمة، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. لو أنت عايز ربنا يكلمك اقرأ القرآن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تكلم الله عز وجل فصلي، وعليكم السلام ورحمة، يعني تعبد لله سبحانه وتعالى وأنزل حاجتك بالله عز وجل. فلابد للمسلم أخواننا أن يكون ليه يعني مع القرآن حال خاص. إذا كان يعني ثبت، طبعا القرآن له فضائل كثيرة يعني الوقت لا يتسع لذكرها، عليك صاحب ركاته. فإذا ثبت ذلك فلابد أن يكون للمسلم حال خاص مع القرآن، تلاوة وحفظا وتدبرا وتفكرا، ويعني مراعاة لأحكامه. والقرآن يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يعني وصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي يوم القيامة وهو يعني يرفع شكواه إلى الله عز وجل ويقول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فدي شكوى من النبي صلى الله عليه وسلم للعز وجل: اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن هجر القرآن على خمسة أنواع، على خمسة أنواع: أولا هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل به، وهجر التحاكم إليه، وهجر الاستشفاء به. وطبعا كل واحدة منهم لها دليل، يعني هجر التلاوة وهجر التدبر، ويدخل مع التلاوة الحفظ، وهجر التدبر وهجر العمل به، وهجر إيه إحنا قلنا ربعة التحاكم إليه، وهجر إيه الاستشفاء به. تمام؟ فينبغي للمسلم يعني ألا يكون من أهل هذه الكلمة إن قوم اتخذوا، يحذر المسلم أن يكون ممن اتخذ القرآن مهجورا. فربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، فيهدي التي تقوم في كل شيء، سواء كان في العقائد أو في العبادات أو في الأحكام أو في الآداب أو في الأخلاق، يهدي دائما للتي هي أقوى. ويبشر المؤمنين من هداية القرآن، وطبعا دي تبشير للمؤمنين أنه يبشرهم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهذه الآية فيها دلالة على مسألة الإيه؟ الاهتمام بالعمل الصالح. جماعة اللي يقول لك ربك رب قلوب، ويقعد يخبط على يقول لك أهم حاجة الصندوق، ويقعد يخبط على قلبه، وتلاقي أصلا قلبه يعني فاسد وبايظ وأسود، ويقول لك أنا ما بصليش ولا بعبد ربنا، بس أنا أحسن من ألف واحد بيصلي. ما هو ده من ضمن الران الذي يعني كان على قلبه. العمل الصالح ده يعني ركن من أركان الإيمان، كما في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل. قول باللسان، أولا الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح والأركان. وإلا فلو واحد بس شاهد كده ويعني لم يعمل ولم يتعبد لله سبحانه وتعالى فلا ينتفع بشيء. وقال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بين في سورة العصر، سورة القصيرة الوجيزة التي حملت معاني كثيرة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائما تلاقي كلمة آمنوا مرتبطة بها دائما وأبدا عملوا الصالحات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وإيه؟ وعمل صالحا ثم اهتدى. فالعمل الصالح له أهمية قصوى عظمى في نفس إيه؟ في نفس المؤمن. فيقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وشوف بقى البشارة من الله سبحانه وتعالى، يعني فضل كبير تجعل الإنسان يعني متحفز لعمل الصالحات. وإحنا قلنا قبل كده أكثر مرة، الإمام النووي رحمه الله بوب كتابا في كتاب رياض الصالحين باب كثرة طرق الخير. كثرة طرق الخير، وطرق الخير كثيرة، أعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة، ولعل من فوائدها أنها تذهب السآمة والملل عن الإنسان، يعني بين صلاة وصيام وزكاة وذكر الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين وأمر معروف ونهي عن المنكر ومساعدة الجيران والإحسان إلى الجيران ومساعدة صاحب الحاجة وحاجات يعني كثير جدا جدا تجدها في الإيه؟ في باب الأعمال الصالحة.
طيب والذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وهنا إيه يعني ذكر نكر أجرا كبيرا دل على أن هذا الأجر هو جنة الله سبحانه وتعالى، صلى الله عز وجل أن جعلنا وإياكم من أهل الجنة، فهذا الأجر الكبير هو من الله سبحانه وتعالى. فما بالك إذا يعني إذا كان الواحد إيه سوف يقبل على واحد يعني كريم، يبقى متحفز كده ان هو يحط له افضل انواع الطعام وافضل انواع المشروبات كده، ولله المثل الاعلى في بالك ان كنت سوف يعني تقبل على الكريم سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى وصف الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى: وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. يعني ان الذين لا يصدقون بالدار الاخره وما قبلها وما فيها من الجزاء أعددنا لهم عذابا موجعا في النار والعياذ بالله. وأن الذين لا يؤمنون، الإيمان معناه هنا إيه؟ معناه تصديق، يعني لا يصدقون، يكذبون بأمر الآخرة. والكفار كانوا ينكرون البعث والنشور، وقصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أخذ عظاما بالية وفتها وذرها في الرياح وقال: يا محمد تزعم أن ربك يعني يخلق هذا بعدما رم، يعني صار رميما يعني عظاما بالية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ويدخلك النار. كأن ده تحدي إيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى أنزل فيه آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فربنا سبحانه وتعالى إيه يعني أنكر عليه وتوعده بالعذاب الأليم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين طبعا الإيمان بالآخرة هو احد اركان الايمان الايه السته. لما سيدنا جبريل سال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الايمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وايه واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالايمان باليوم الاخر هو الركن الخامس من اركان الايمان. ايه معنى الايمان باليوم الاخر؟ باختصار شديد الايمان باليوم الاخر هو التصديق بكل ما اخبر الله سبحانه وتعالى به أو أخبر به نبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث للعبد من بعد موته، ابتداء من سكرات الموت ومرورا بالعذاب أو النعيم في القبر والبعث والنشور والصراط والميزان والحوض وتطاير الصحف وغير ذلك من أحداث يوم القيامة، وانتهاء إما إلى جنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لنا ولكم كذلك، وإما إلى نار والعياذ بالله. فالإيمان، الإيمان باليوم الآخر في نوعين من الإيمان، في حاجة اسمها إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي هو أن يؤمن الإنسان أنه سوف يكون هناك يوما آخرا يحاسب فيه الإنسان على كل ما قدم وعمله في الدنيا. أما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بتفاصيل وجزئيات أحداث الأحداث التي تحدث الإنسان من بعد موته إلى يعني إلى النهاية. فالإيمان التفصيلي ورد به الإيه؟ ورد به الأدلة، وهناك يعني بعض الأدلة أدلة فيها أمور كثيرة متواترة يعني لا يجوز للمسلم أن ينكرها، زي الشفاعة مثلا، زي الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، في أحاديث متواترة يعني اللي ينكرها يكفر والعياذ بالله. فالإيمان بالأمور التفصيلية، وكما قال يعني بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وذلك احنا بنتعلم، اخو بيروح مثلا يتعلموا في مدرسة المعهد العلمي في البخاري عشان يعرف الإيمان التفصيلي، بيدرس العقيدة بالتفصيل، هيدرس الإيمان باليوم الآخر ثم يدرس تفاصيل اليوم الآخر. كل ما يتعلم أكثر كل ما يتعلم أكثر كل ما يزداد إيمانه، كل ما يكون يعني أخشى وأخوف لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم فوائد الإيمان باليوم الآخر إن في فرق بين اثنين: بين واحد يعلم أنه سوف يحاسب على كل كبيرة وصغيرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني كتاب يعني كل حركة أو سكنة أو كلمة أو يحاسب عليها الإنسان. وبين رجل آخر لا يؤمن بمعاد ولا بإيمان يوم بيوم الآخر ولا شيء، فأكيد أن تصرفات كل واحد منهما سوف إيه؟ سوف تختلف. اللي هو بيؤمن أنه سوف يحاسب، من علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. ومن علم بأنه مسؤول، لو أنا عارف أن أنا هسأل على كل حاجة يبقى أنا أول ما أطلع كلمة قبل ما أعمل أي حاجة يبقى أنا إيه
أعد لها العد. هذا من حاسب على الكلمة. لذلك حسن البصري كان يقول دائما لا تجد المؤمن إلا محاسبا نفسه، لما فعلت هذه الفعلة، لما أكلت هذه اللقمة، لما قلت هذه الكلمة، لما وكما قال وهب بن منبه رحمه الله، رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضى وإن كان لغير الله توقف. فدايما ده إيه يعني فائدة أو من أعظم فوائد الإيمان باليوم الآخر، وأن الذين طب اللي بينكر هذا لا ينتفع، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ينكر هذا الشيء؟ ينكر إيه؟ آه طبعا ده ممكن ده فقد ركن من أركان الإيمان، الذي ينكر الإيمان باليوم الآخر، يقول لك فيش حاجة اسمها اليوم الآخر، وإنما هي على قول بعض الملاحدة يعني إن يقول لك إنما هي أرض تدفع أو أرحام تدفع وأرض تبلع، هي أرحام يعني الناس بتتولد وناس بتتدفن وخلاص الموضوع خلص على كده. هذا والعياذ بالله ده كفر والعياذ بالله، لأن يعني تفاصيل الإيمان باليوم الآخر بالتفاصيل. ولعل الإيمان باليوم الآخر هتلاقيه أكثر أركان الإيمان ذكرا في القرآن، لا تكاد تفتح صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد فيها تذكيرا إما بالإيمان باليوم الآخر أو عاقبة المؤمنين به اللي هم داخلين الجنة يعني، أو عاقبة المكذبين له اللي هم داخلين النار. أو فدائما ما تجد إيه حوارا أو آيات دل فيها إشارة إما مباشرة أو غير مباشرة عن مسألة الإيه، عن الإيمان باليوم الآخر. حتى من ضمن اهتمام القرآن باليوم الآخر إن اليوم الآخر له يعني أسماء كثيرة جدا جدا جدا، له أسماء كثيرة تقريبا يمكن أكثر من 50 اسم في القرآن، منها اليوم الآخر، يوم القيامة، الصاخة، الطامة، القارعة، الواقعة، يوم التناد، الحاقة، إيه تاني؟ يوم التغابن، كثير، ها؟ يوم الدين، يوم الجزاء، كل ده من أسماء يوم القيامة. وقال لك إن العرب هذا على عادة العرب أنها كانت إذا يعني عظمت شيئا ذكرت له أسماء كثيرة، زي السيف كده زمان كان عند العرب السيف ده حاجة إيه يعني خطيرة جدا جدا، وده يعني عدة الرجل، فالسيف له يعني أسماء كثيرة، يقال إنه تقريبا يمكن 1000 اسم السيف، من ضمنها الحسام والمهند والأبيض، وليه أسماء كثيرة كده. كذلك برضو الأسد برضو لأن العرب كانت تعظمه يعني وليه مكانة كده، فله إيه أسماء أيضا كثيرة زي الأسد وقسورة وحمزة والليث، كل دي إيه، وأسامة، كل دي من أسماء الأسد. ها؟ وحيدرة والله ده عايز عايز بحث. ممكن أحمد يبقى أسد برضه، بس أسد بالفعل وليس أسد بالقول. ممكن ده واحد اسمه أسد هو أصلا يعني. طيب نرجع تاني، يبقى عظم القرآن الإيمان إيه؟ الإيمان باليوم الآخر. فهؤلاء الذين ينكرون الإيمان باليوم الآخر استحقوا هذا العذاب الأليم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. معنى الآية أي ويدعو الإنسان أحيانا على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، وذلك عند الغضب مثل ما يدعو بالخير، وهذا من جهل الإنسان وعجلته، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يستجيب له في دعائه بالخير دون الشر، لأنه يعلم منه عدم القصد إلى إرادة ذلك، وكان الإنسان بطبعه عجولا. يبقى الإنسان إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. إن أحيانا الإنسان إيه؟ بيدعو على نفسه بالشر. والإنسان هنا طبعا إيه؟ تشمل إما الكافر وإما المؤمن. الكافر مثل ما يذكر بعض المفسرين ان هذا يعني شبيه بقول الله سبحانه وتعالى ان الكفار كانوا احيانا يدعون على انفسهم، بس كانوا يدعون على انفسهم ايه، كما قال احدهم اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم. وهذا هو كفر العناد والتكذيب، يعني بدل ما يقول يا رب ان كان هذا هو الحق، فالطبيعي والعقل يقول ايه، يا رب اذا كان هو الحق اهدنا اليه، لكن لانه هو اصلا مكذب معاند يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، بيدعي على نفسه ويقول على نفسه فامطر علينا حجاره من السماء، ما احناش مؤمنين ما احناش مؤمنين، طالما ان هذا انت بتقول له ده يا رب اذا كان هذا هو الحق فلن ايه، فلن نؤمن به. ف دعوا على انفسهم بالايه، بالهلاك، وهذا دعاء بالشر، زي حرصهم على الدعاء بالخير.
وكذلك أيضا يشمل المؤمن حينما يدعو على نفسه بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى, يعني قال في بعض الحديث لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. فبعض الناس يمكن يدعي على نفسه وعلى نفسه بالهلاك وبالموت وباللعنة وكذا وكذا وكذا, فنهى فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بذلك لئلا يوافق ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى ثم يندم, ثم يندم الإنسان ولا تسع ثمن. وكم من أم يعني دعت على أولادها ودعت على أنفسهم بمثل هذا وندموا أشد الندم. فطبعا يعني هذا يعني من الأدعية التي إيه؟ التي يعني يمنع منها الإنسان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا, يعني لا يقدر إيه؟ لا يقدر الأمور حق قدره. طب هو لما يدعو نفسه بالشر بعد كده يندم, طب ما انت كان عندك عقل. فلابد ان الواحد ايه لازم يكون حريص الا يتعجل خاصه في معالجه الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا الواحد بعد ما ياخده كده ويعمل اللي يعمله في الاخر يقول لك اصلا ايه كنت غضبان وكنت زعلان. طب ما انت كنت غضبان ما عرفتش تمسك نفسه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيل. أي وجعلنا الليل والنهار علامتين, آيتين يعني إيه؟ يعني علامتين دالتين على وحدانيتنا وقدرتنا. فمحونا علامة الليل وهي القمر وجعلنا علامة النهار وهي الشمس مضيئة ليبصر الإنسان في ضوء النهار كيف يتصرف في شؤون معاشه ويخلد في الليل إلى السكن والراحة وليعلم الناس من تعاقب الليل والنهار عدد السنين وحساب الأشهر والأيام فيرتبون عليها ما يشاءون من مصالحهم وكل شيء بيناه تبيينا كافيا. فدي معنى كلمة إيه وجعلنا الليل والنهار آيتين على علامتين على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا الكون البديع الذي يسير يعني بنظام محدد ونظام بديع لا يتصور أن يكون هكذا كما يقول الملاحدة جزاكم خير كما يقول الملاحدة أنه يعني هذه الكون هو الطبيعة هي التي تسير الحياة وينفون وجود الخالق ووجود الصانع سبحانه وتعالى كما فعل الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما جاء إليه أناس ملاحدة فقال لهم. أبو حنيفة كان يعني أستاذا في مسألة المناظرات يعني فجاء إليه بعض الملاحدة يناظرونه فقال لهم انتظروا قليلا يعني أنا بس مش فاضي مشغول شوية. قالوا له إيه يعني كيف تكون مشغول؟ قال يعني أخبرت أن هناك سفينة بدون ربان ولا ركاب وهي تذهب بالبضائع وتأتي بها ويعني تصير وحدها. فقال له أو مجنون أنت حصل فعلك أنت بتقول أبو حنيفة ده راجل يعني عاقل كده. قال لهم يعني كيف ذلك؟ قالوا يعني كيف يكون هناك سفينة بدون ربان وبدون قائد وبدون كذا وكذا. فقال لهم تبا لكم سائر دينا وجاب الايه طلع منهم هم أنهم خطأ نفسهم أتستنكرون سفينة سفينة واحدة باخرة تذهب وتجيء بدون قائد وربان وتزعمون أن هذا الكون الذي نعيش فيه وبهذا الترتيب والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار كل هذا ليس له صانع وليس له خالق سبحانه وتعالى. فبهت الذين كفروا. فالشاهد أن هذه الآيات دالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وطبعا انا قال وجعلنا الليل والنهار آيتين هنا من المفسرين قالوا مساله الايه ان القمر هو آية الليل والنهار والشمس هي آية ايه آية النهار. هذا قول. القول الثاني اللي هو على الاطلاق ان الليل نفسه آية والنهار نفسه ايه آية وكلا القولين صحيح وان كان يعني بعض رجح ايه القول اللي هو الثاني ومساله ان الليل آية والنهار آية. ولكن ايضا هنا وجعلنا اللي بيقول ان آية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس قال في تقدير محذوف يعني وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين يعني الحاجة اللي هي بتنور يعني في الليل والنهار آيتين. فما حول آية الليل إن القمر إيه العلماء دلوقتي اللي هم علماء الفلك قالوا إن القمر جسم معتم وجعلنا آية النهار مبصرة إن الشمس جسم إيه مضيء
المعلومة المهتمين فلك يفهموا الكلام ده، إن الشمس نفسها إيه؟ مضيئة، يعني بيخرج منها شو نور. والقمر ده جسم معتم، يعني القمر وزي حتى القمر دايما هو اللي إيه؟ هو اللي بيدور الدورة بتاعت الثلاثين يوم، يبقى هلال وبعد كده يكبر شوية لغاية ما يصير قمر وبعد كده يصغر ثاني. ده سببه إيه؟ إن ضوء الشمس بينعكس على مين؟ بيأتي على القمر فينعكس على الأرض. القمر ده عامل زي المراية كده، شكل المراية نفسها إيه؟ المراية نفسها مظلمة، لو الدنيا ظلمة مش هشوف حاجة، لكن لما النور ينور يبقى الضوء بيجي على المراية وينعكس على إيه؟ على الأرض، فهكذا القمر. ففعلا دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إن هذا القمر بالرغم من كبره وبعده ولكن جعله الله عز وجل إيه؟ آية. فما حولنا آية الليل، يعني القمر أصلا جسم إيه؟ زي الأرض كده، كذلك برضو الأرض، الأرض جسم معتم. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يعني جعل الله سبحانه وتعالى آية الليل مظلمة وآية النهار مبصرة لعدة فوائد، من ضمنها لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني حتى يستريح الإنسان بالليل وينام إيه؟ بالنهار. آية سورة النبأ إيه؟ وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل السكون فيه، السكون وفيه الهدوء الإنسان يستريح فيه، والنهار الأصل فيه أنه إيه؟ أنه يكون معاشا، يعني يقضي الناس فيه معايشه. وجعل لتبتغوا فضلا من ربكم، وكمان في فايدة إيه؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. كل ما يوم بيمر ويمر بعده بالأسبوع بعده بالشهر، كل ده بسبب يكون إيه؟ بسبب تعاقب الليل والنهار، بسبب تعاقب الليل والنهار. وهنا غالبا ما تجد إيه؟ ذكر الليل قبل النهار. ربنا قال في أول الآية وجعلنا الليل والنهار، والليل يأتي قبل النهار. يعني احنا دلوقتي ان احنا النهارده كام محرم؟ تقريبا 17 او 18، وكان يوم السبت 15، لحد الاثنين الثلاث الاربع 19 صح؟ يبقى بكره اللي هو الخميس كام؟ 20. بكره الخميس 20. طب احنا في ليله 19 ولا ليله 20؟ جميل قوي. الليل يسبق ايه؟ يسبق النهار، حتى في الليالي الوتريه في رمضان. يبقى الليله بتاعت النهار لو بكره، يعني يبقى دائما الليل يسبق ايه؟ يسبق النهار. طيب ولتعلموا عدد السنين والحساب، يعني تعلموا عدد السنين والحساب، كلما مر الليل والنهار فاستمرت هذه الدوره باليوم ثم الاسبوع ثم الشهر ثم ايه؟ السنه، وهكذا. وكذلك ايضا يستفاد منها مساله علم الفلك. علم الفلك ايضا، علم الفلك ينقسم إلى نوعين، علم تسيير وعلم تأثير. أما علم التسيير فهذا جائز، إن هو مثلا يقول لك إيه والله إن القمر يكون في المكان الفلاني مر عدة أيام، وأحيانا كمان إيه، أحيانا في النجوم بيستفيدوا منها. زمان كانوا يعرفوا بالنجوم، يعرفوا الإيه؟ الاتجاهات. يعني يقول لك مثلا نجم الفلاني يبقى احنا ايه المفروض نمشي في الشمال، نجم الفلاني في اليوم الفلاني يبقى في نمشي في الشمال او الجنوب او الغرب او الشرق. فاذا استخدمت النجوم لهذه العلوم لعلم التسيير وعلم الحسابات فبها ايه ونعم، فهذا جاء. اما علم التاثير فهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يقول لك لو النجم الفلاني جه في المكان الفلاني يبقى هيحصل كذا، يبقى يرتب عليها ايه احداث. دول الجماعه اللي هم وذاك سموا ايه؟ المنجمين. يعني المنجمين يعني الذين يستدلون بالنجوم على الاحداث، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وذاك في صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايه؟ قال لهم اتدرون ماذا قال ربكم ليله لما اصبح على اثر السماء، يعني مطر، يعني قالوا الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. اللي هو بيعتقد عشان النجم ده جاء في المكان الفلاني والنوة دي سببها كذا، عشان كده احنا المطر جه، فهذا ايه؟ يعني شرك بالله أو كفر بالله سبحانه وتعالى.
فاستخدم علم النجوم للحسابات وللاتجاهات. أما لما سيحدث فهذا هو إيه؟ هذا هو الشرك لله سبحانه. السحرة لهم وضع تاني، ده جزء يعني جزء من السحرة. موضوع الإيه؟ داخل في هذا الباب. يقول لك برج الدلو وبرج مش عارف العقرب وبرج كذا، كل الحاجات دي ولا يجوز أصلا قراءتها، حتى قراءتها فضلا عن الإيه؟ عن الاستدلال به. ان واحد يقول لك اصل انا في برج الدلو النهارده فيبقى هيحصل لك، هتحصل لك مصيبه، ادي السنسول وعبه ايه قاعد بقى متربص وخايف كل ما حد يكلمه كلمه ولا يقرب منه، ما هو قال له هتحصل لك مصيبه النهارده. فكل ده هذا من باب الشرك بالله سبحانه وتعالى. الايه كل كلام ده كلام من الجن وليس له علاقه بالواقع، او يعني هو وان كان ليه حوادث او شواهد كثيره ولكن لا يجوز الاعتماد على مثل هذا في التنبؤ بالاحداث، لان في ناس خلاص تعتقد ان الكلام ده تعتقده ويقول لك ان يبقى في اليوم ده سوف تاتيك مش عارف خبر صار، يقعد مستني طول اليوم ايه الخبر الصار ده يسمعه مثلا حد يقول لك إيه؟ وهي احسن حاجه انك كذب المنجمون. المشكله ان هو يحصل حاجه ما ده بيبقى مشكله. يعني في بعض الناس على رأي واحد كده يقول له هو ينفع الصلاة من غير وضوء؟ قال لا ما ينفعش، قال له انا جربتها ونفعت. فهو جرب ونفعت، فالمنجم قال له والله هيحصل كذا كذا كذا، مش معاه. وذاك هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من المنجمين ايه قال ايه؟ ان الجن بيأتي هذا المنجم بخبر صحيح ويكذب معه ايه 100 كذبه، نص الحديث كده، ياتي بخبر صحيح، فالخبر صحيح الواحد ايه يغتر بيه، اه ده الراجل اللي قال الكلمه دي صح، ويقول مثلا فلان اللي سرق منك الحاجه الفلانيه، ويكون هو فعلا فلان، بعد كده هيعتقد في المنجم. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر جدا جدا من الذهاب الى الكهان والعرافين، من ذهب الى كاهن اول عقاب لم تقبل له صلاه 40 يوم، العقاب بقى الأشد، من ذهب إلى كائن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده نص الحديث. اللي يروح له بس كده يقول لك أنا بجرب وعايز يعني أشوفه كده الناس دي صح ولا لا، اللي يروح له بس كده لو تقبل له صلاة 40 يوم، 40 يوم ولازم يصلي طبعا. ما أقول لك أنا برضه مش مصلي 40 يوم. لا أنت برضه ال 40 التانيين هتلاقي برضه لم تقبل له صلاة 40 يوم. والحديث الخطير من ذهب إلى كاهن او عرف يعني فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا ما هو ما هم دول يعني بيحذر منهم، حتى اللي بيقولوا بيعالجوا بالقران وكده فدول يجب ان ينظر في حاله، هل هو بيعالج القران؟ طبعا شفاء كما قال الله سبحانه وتعالى ننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، ولكن فيه بعض الدجالين بياخد مساله القران ديت ايه ذريعه عشان يلبس بيها على الناس، يجي في القران وفي الاخر يبقى ايه ده بقى اللي بيحط السم في العسل. لو انت اديتني كده ازازه سم انا عارف ان مكتوب عليها سم قاتل انا مش هاخدها، لكن لو اديتني ازازه عسل وجواها سم انا مش شايف فيها ايه السم. فده القران وشيخ ومش عارف كده، وتلاقيه عامل لك ايه لابس لك شويه حاجات كده في السنه ومربي مش عارف كذا، وفي الاخر شغال بقى والعياذ بالله مع الجن وحاجات احنا ما نعرفهاش. فطبعا الواحد يعني يبتعد عن مثل هذه الامور ويحذر كمان ايه الناس منها. سرعه عشان الوقت. طبعا بخصوص ان الانسان لما يفكر في حاجه يعني انت يوصله بتاع السنه معينه يعني الاحداث، يوصله لاخر المصير. يعني الانسان لما يفكر هو ايه السنه طويله، يعني الانسان لما يفكر فكره بتحول تاني لافعال، ف ممكن يحصل له حاجه بس مش بسبب الشخص. وبعدين يا ساده نفسه ساده ان هو كان طيب على العموم ان احنا بس الفائده المستفاده هنا ان احنا مساله المنجمين، يعني هم اصلا ايه هم كذابون ولا يجب تصديقهم ويجب ايه التحذير منهم. ثم قال سبحانه وتعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني فصله في اما في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني وكل إنسان يجعل الله ما عمله من خير أو شر ملازما له، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله، ويخرج الله له يوم القيامة كتابا قد سجلت فيه أعماله يراه مفتوحا. طيب هنا قال إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فهنا العلماء قالوا أنه ما عمله من خير أو شر. طب إيه كلمة طائره؟ زمان كانت العرب تستخدم الطيور في إرادة فعل شيء معين، فكان يخرج إذا أراد أن يسافر أو يعني يتاجر أو ذلك، فكان يأخذ الطير ويطلعه كده من على البيت ويزجره، يعني يخليه يعني يطير يعني. فإذا ذهب ناحية اليمين قال خير وتفاءل، وإذا صار في يعني على الأمام أيضا قال خير، إذا صار في ناحية اليسار تشاءم وقال إيه؟ وقال لم أفعل يعني هذا الأمر. فطبعا نهي عن ذلك، نصفنا عن إيه؟ عن الطيرة. الطيرة اللي استخدام الطيور في القدوم على الأحداث. تمام؟ طيب ما هي استخدم هذا اللفظ بإرادة الخير والشر، صار هذا مستخدما فين؟ في لغة العرب. يقول لك إيه؟ كل واحد عارف يعني طائره، طائره يعني ما عمله من خير أو شر. فالقرآن نزل على إيه؟ على استخدامهم لهذا اللفظ، وكل إنسان ألزمناه طائره، المقصود بها إيه؟ يعني عمله من خير أو شر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يخرج له يوم القيامة كتاب، صحيفة عظيمة كبيرة وفيها إيه؟ منشورا يعني مفتوحا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه كل ما عمله الإنسان من صغيرة، وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ودي أحد تفاصيل أيضا إيه؟ يوم القيامة اللي يتطاير الصحف، ومن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن جعلنا وإياكم كذلك، ومنهم من يأخذه بشماله من وراء ظهره. في بعض العلماء قالوا ده هم منقسموا ثلاثة، واحد يأخذه بيمينه، واحد يأخذه بشماله، واحد يأخذه من وراء ظهره، لأن الثلاثة وردوا في القرآن. ومنهم من قال إنه منهم من يأخذه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله من وراء ظهره، يبقى جمع بين الإيه؟ بين الإيه؟ فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، والآية اللي في سورة الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. تمام؟ فكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فماذا أعد الإنسان لهذا اليوم العظيم الذي سوف يخرج فيه؟ طب كتاب جدا هيتفضح وسط الأشياء، وسوف تعرف، تفضح النيات وتعرف المقاصد وتعرف، فلابد الإنسان يعني يحسن ظاهره وباطنه حتى إذا ما فتح هذا الكتاب يكون من أصحاب اليمين الذي سوف يأخذ كتابه ويقول هاء فرحان، هاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إيه؟ هاء اقرأوا كتابيه، إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. فكل إنسان يعني يسعى لأن يكون هذا الرجل ولا يكون إيه؟ الآخر الذي يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القضية. فيستحضر المسلم يعني هذه المعاني العظيمة. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يقال له لهذا الإنسان اقرأ كتاب أعمالك فيقرأ، وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنيا تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك، فتعرف ما عليها من جزاء. وهذا من أعظم العدل والإنصاف، أن يقال للعبد حاسب نفسك كفى بها حسيبا عليك. وهذا يعني من أشد ما يواجهه العبد يوم القيامة. ما سبق بقى اقرأ كتابك حتى لو كانش يعرف في الدنيا، لكن هذه القراءة أي قراءة خاصة لا ترتبط مسألة يعني محو أمية أو غير ذلك، لا، كل إنسان سوف يقرأ ما عمله، يعطيه الله تبارك وتعالى من القدرة على هذه القراءة. والإنسان وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الإنسان هو إيه؟ سوف يحاسب نفسه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني إن في هذا اليوم العظيم تنخرس أو تخرس الأفواه وتتكلم إيه؟ تتكلم الجلود، تتكلم الأيدي، وتتكلم الأرجل،
وكما قص الله سبحانه وتعالى علينا في أكثر من سورة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، سورة إيه؟ في الصلة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. يوم والآية الثانية يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لما كانوا يكسبون. فكل الإنسان يعني هذه الأعضاء تشهد، وورد يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكذب على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول يا رب ما فعلت، يعني قرر الله عز وجل بالذنوب فيكذب ويظن أن هذا سوف ينجيه كما كان يكذب في الدنيا، فيقال له يعني ظلمات كتبته الحافظون، ثم يختم على فيه، يعني يختم على فيه يعني إيه؟ يعني لا استعني تكلم، ثم تستنطق اليدان والرجلان فتقول يدان أنا للحرام فعلت، وتقول رجلان أنا للحرام مشيت، وتشهد عليه يعني أعضاؤه، ثم يقل بينه وبين نفسه فيقول نفسه إيه؟ سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، لأنا كنت بدافع عنكم أنتوا اللي كده، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم عنده أحد، خلاص أنت بقى حاسب نفسك، الإيد هي اللي تحاسب نفسها، والرجل تحاسب نفسها، وأعضاء الإنسان جلود الإنسان هي التي تحاسب نفسها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ثم يقول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من اهتدى يعني من اتبع طريق الحق فإنما يعود ثواب ذلك عليه وحده، ومن ضل فإنما يضل عليها يعني من حاد واتبع طريق الباطل فإنما يعود عقاب ذلك عليه وحده، ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس مذنبة إثم نفس مذنبة أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، الله سبحانه وتعالى يعني لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصي، المنتفع الوحيد من الطاعة هو مين؟ هو العبد نفسه، والمضر الوحيد بالمعصية هو العبد نفسه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يحمل أحد ذنب أحد آخر. قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الآية فيها تعارض مع قول الله تبارك وتعالى ولا يحملون أثقالا وأثقالا مع أثقاله، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، لكن هذه الآية تدل على إيه؟ أنهم يحملون أوزار التي كانوا سببا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيه؟ ووزر من عمل بها، طب هو خد وزر من عمل بها ولكنه كان ايه؟ كان سببا، فلانه كان سببا فهي من عمله، هو مش هياخد وزر حد، هو وزره الايه؟ المستمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن ادم قابيل قال ما من مقتول يقتل الا كان على ابن ادم الاول كفل منه، لأنه أول من سن القتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب إيه؟ هو ما خدش أوزار اللي بعده، لكن هو لأنه سن القتل فاستمر هذا الوزر إيه؟ الوزر معه إلى يوم القيامة، وهذا من خطورة سن السنة السيئة، أن الواحد يعني يسن سنة سيئة ويعلم الناس طريقة سيئة، هذا من خطورتها أن كل من اقتدى به لأنه كان سببا فيه فكان ذلك إيه؟ يعني في ميزان سيئاته والعياذ بالله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى انه لا يعذب حتى يقيم الحجه على هؤلاء الايه؟ هؤلاء المعذبين. فافترض لو افترض ان في مكان من الارض او في مكان ما ولم يبعث اليهم رسول فهؤلاء ايه؟ ها؟ يعذبوا ولا لا؟ الاصل انهم لا يعذبوا. ويسمون يعني يدخلون في كما يسمون ايه؟ ان هم يمتحنون يوم القيامة. لو افترض مثلا الناس في ادغال افريقيا ولم ياتهم رسول ولم ياتهم كتاب ولم ياتهم شيء، هؤلاء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء انهم ياتون يوم القيامة ويمتحنون،
فيوحى إليهم أنهم يجب أن يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى، فيؤمروا أن يدخلوا النار، فإن دخلوها كانت بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها يعني استحقوا إيه؟ استحقوا العذاب لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. طيب ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أمرنا مترفيهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله وغيرهم تبع لهم فعصوا أمر ربهم وكذبوا رسله فحق عليهم القول بالعذاب الذي لا مرد له فاستصلناهم بالهلاك التام. أولا كلمة وإذا أردنا أن نهلك قرية، طبعا القرية هي المقصود بها إيه؟ هي كل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قرارا وتقع المدن وغيرها، طالما في مكان في أبنية وفي أناس تسمى إيه؟ تسمى قرية. طبعا قرية في إصلاح القرآن غير قرية في إصلاح مين؟ إصلاح نحن. قرية في إصلاحنا اللي هي إيه؟ اللي هي البلد الريفية اللي يكون فيها زراعة وأرض ريفية وحيوانات وغير ذلك، اللي هي القرية المعروفة. وذلك لا تعامل، لا يعامل للقرآن أو لا تعامل مصطلحات القرآن بمصطلحات الإيه؟ ومصطلحات أهل المصطلحات البشر يعني، تمام؟ فكلمة قرية المقصود بها أي تجمع، يعني بالبلد خاصة أي تجمع سكاني يسمى قرية، سواء كانت مدينة أو قرية أو بلد أو قطر كبير أو غير ذلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، طبعا إذا أردنا أن نهلك قرية المقصود قرية إيه؟ المقصود كلمة قرية أهل القرية، يعني إذا أردنا أن نهلك أهل قرية اللي هم الناس يعني. ولكن بعض العلماء قال في فائدة جميلة أن نشوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلمة قرية حتى يدل على أن العذاب يشمل إيه؟ كل القرى، المساكن والبيوت وكذا وكذا، بسبب ايه؟ شؤم هؤلاء الناس الذين عصوا الله سبحانه وتعالى. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. بعض الناس فهموا ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى امر المترفين، طبعا المترفين هم الايه؟ الاغنياء، اصحاب الدثور والاموال وغير ذلك يعني التجارات وغيره. امرنا مترفيها ففسقوا فيها، ان الله امرهم بالايه؟ بالفسق. ولكن هذا القول مرجوح، ولكن الصحيح كما ورد عن بعض الصحابة أن أمرنا مترفيها، يعني أمرنا مترفيها بطاعة الله في تقدير محذوف، يعني أمرنا مترفيها. طب إيه اللي حصل؟ ففسقوا فيها، يعني لم إيه؟ لم يأتمروا، لم يأتمروا. واضحة دي ولا لا؟ يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرتهم الرسل باتباع يعني أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يأتمروا، فإيه اللي حصل؟ ففسقوا فيها، يعني لم يلتزموا هذا الأمر الذي أمروا به ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني وهذا شؤم الايه؟ شؤم المعصية والذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد حذر من الذنوب وقال: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني ذنب الواحد بيحتقرها، لك دي صغيرة ودي حاجة يسيرة وده أمر يعني كده. قال: فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. الواحد الأمور الواحد يستهين بها، وكما ورد عن بعض السلف أو بعض الصحابة قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يشك أن ينقض عليه، أما المنافق فيرى ذنوبه كذباب جاء على وجهه فقال به هكذا فخرج. فالمؤمن يعظم، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هؤلاء المترفين لما فسقوا في هذه القرية وأفسدوا وحادوا عن منهج الله سبحانه وتعالى فحق عليها القول، يعني بسبب فسادهم وفسقهم فدمرناها تدميرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني وكثيرا كم تدل على الإيه؟ كلمة كم تدل على الكثرة. وكثيرا أهلكنا من الأمم المكذبة رسلها من بعد نبي الله نوح. وكفى بربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عالم بجميع أعمال عباده لا تخفى عليه خافية. طب ليه بعض المفسرين قال: طب اشمعنى ذكر نوح عليه السلام؟ قال لك: لأن نوح عليه السلام هو أول رسول كذب وأوذي ويعني حدث له مواقف مع قومه. لأن في الحديث الصحيح أن أو في الأثر عن ابن عباس أنه بين آدم وبين نوح عليه السلام كان 10 قرون كلها على التوحيد، ولم يحدث الشرك إلا في زمن إيه؟ زمن نوح عليه السلام بعد 1000 سنة، يعني بعد 1000 سنة من آدم. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، من أول آدم لنوح عليه السلام 10 قرون، يعني كان يعني تقريبا 1000 سنة.
القرن يعني أرجح الأقوال فيه أنه 100 سنة، وحصل فيه خلاف كتير لكنه أرجح الأقوال أنه إيه 100 سنة. فكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، ربنا ذكر نوح الأول لأنه أول واحد كذب وأوذي ويعني صد عن دعواته وغير ذلك، فده أول واحد. فكان نوح عليه السلام واللي بعده كلهم إيه حصل. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني كثيرة كثيرة هي الأمم، عاد وثمود والقوم لوط وغيرهم من الأمم الكثيرة جدا جدا، منهم من قص الله سبحانه وتعالى علينا، ومنهم إيه من لم يقصص، يعني كثير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إن كم عدد الأنبياء والمرسلين، لما سيدنا أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو ذر قال له كم عدد الأنبياء والمرسلين، كم؟ 24,000. مين يزود؟ كم؟ 324,000. مش زودت خالص. بالواجب كده؟ طب نخليها واجب بقى. طب نخليها واجب، نخليها واجب، نبحث عنها الاسبوع الجاي. شوف كم عدد الانبياء، حديث حسن الشيخ الالباني في حديث ابي ذر رضي الله عنه، كم عده الانبياء والمرسلين، هو فرق حتى بين الانبياء والرسل. طيب نرجع تاني، وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح، فيقول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصير، يعني الله سبحانه وتعالى بجميع احوال الانسان الناس. وهنا ذكر كلمه ايه بذنوب عباده، هذا تخويف للناس يعني حتى يتأثروا بمسألة يعني الذنوب. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصير. الآية دي أخوانا أيضا بعض المفسرين قالوا أن الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له وللصحابة، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، يعني الذي يكذب ويعاند سوف إيه يهلك. وقالوا أيضا أن فيها تهديدا ووعيدا لمين؟ للمشركين، يعني فيها تسلية للصحابة لأنهم كانوا مضطهدين في الوقت ده لسه. احنا قلنا سورة الإسراء كانت ايه يا اخوانا، كانت مكية ولا مدنية؟ مكية، يعني قبل الهجرة. وفيها تهديد لمين؟ فيها تهديد للمشركين أنكم لو حدتم ولو كذبتم الرسل كما كذب نوح عليه السلام فسوف تستحقون ايه؟ تستحقون الهلاك. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، زي ما قلنا ايه وكفى بربك ايها الرسول انه عالم جميع احوال عباده لا تخفى عليه خافيه. فكان هذا تحذير ايه؟ تحذير من الذنوب والمعاصي. وفيها بيان طبعا ان ختام الايه بيقول وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، تدل على ان الذنوب سبب للهلاك، لانه قال وكما اهلكنا في اول ايه كم اهلكنا من القرون بعد نوح، طب ايه سبب الهلاك؟ فربنا قال له وكفى بربك بذنوب عباده، فدل ذلك على ان الذنوب سبب للايه؟ لهلاك الانسان سواء كان في الدنيا او في الاخره. ولا يغرن احد بذنوبه ومعاصيه ويقول يعني لو ربنا يعني كده امهلني فانا كده كويس وكده، لا لا لا، بالعكس قد يصاب الانسان والعياذ بالله بالذنوب والمعاصي ويموت قلبه وهو لا يدري. ولما يامن كده العقوبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم العبد، معنى الحديث يعني إذا رأيتم العبد قائم على معصية الله ونعم الله تترى عليه فليعلم أن هذا استدراج. إذا كان الإنسان يعني قائم على المعصية والنعم شغالة تجيله كتير، ده ما يفرحش، ده مفروض إيه يخاف أكتر، يعلم أن هذا استدراج يعني والأخذ بالتدريج، ربنا كده يغرقه في النعم وينسى شكر النعم ويتمادى في الذنوب والمعاصي ويترك إيه وترك طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب يعني من أجل الوقت سنتوقف عند هذه الآية، يبقى احنا كده واقفين عند إيه؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.